أيها الأمير، إنها خدعة على حبيبة ثانية. سأقتله. لا، أريد قضاء بعض الوقت مع المغول. فرديد خربندك ودابر ممالك سلطان. آدم إيبرس، آدم عهد تتار. حسبي الله ونعم الوكيل. قطاس أنت للأمة، أنت للجهاد. أنت تعتقد أن ما يدفعك إليه هو غضبك من نفسك، أو غضبك من ظلم وقع عليك وأنت فتى؟ لهذا وجب قتالهم بغضب. أيها الأمير، يا تابك العسكر فخر الدين، إيبرس، وأية حالة هزيمة تتلوها هزيمة وكارثة تتلوها كارثة. لقد أخفق بنو أيوب في الدفاع عن حياضهم. كيف ونحن عدتهم يا سنقر؟ سنقر على حق يا قلاوون، إن أمراء بني أيوب يجهلون الموقف تماما. إنه الوحيد الذي يستطيع أن يفهم الموقف جيدا، ولو استمع بنو أيوب لمشورته لنجوا. من هو؟ بيبرس. اسكت، اخرس. أشار عليهم عدم مغادرة دمياط فأبوا. ما الفائدة من حشو القلعة بآلات الحرب الهائلة ثم تركها لقمة سائغة بيد الفرنج؟ بدر الدين نطق عين الحق، إن بيبرس يعرف كل صغيرة وكبيرة في هذه المنطقة. قد بقي مع رجال البغتة في معسكرات الفرنج وأغرق سفنهم وأحرق خيامهم، وهو يعرف الآن مواطن الضعف والقوة بين صفوفهم. لو قلت هذا يا قلاوون أمام أمراء بني أيوب لسخروا منك. لقد أبلغت صواب بذلك. وما الذي يستطيع أن يفعله صواب يا قلاوون؟ هل تنكر يا سنقر أننا نحن البحرية أعلم الناس بالموقف؟ لا أنكر ذلك. هل تنكر يا بلبان أن عبء الدفاع عن المنصورة يقع على أكتافنا نحن؟ إننا لا نختلف في ذلك يا قلاوون، بل إنني أضيف على ذلك أن بني أيوب ما عادوا يستحقون السلطة. بلبان، لا
لا تكرر مثل هذا القول على إسماعي أحد مرة أخرى يا بلبان. ولما لا يا قلوون؟ لما لا؟ إننا وسط حرب، ومن حقنا أن نحمي أرواحنا وأرواح بقية العساكر. قلوون، إن من أخطر الأمور أن تسلم روحك لمغفل. بل قل أن تسلم روحك للا أحد. نحن الآن بلا قائد وبلا سلطان، هل يسير القطيع بلا راع؟ وحق الله، وحق هذا السيف، إن لم يتدبروا أمراء بني أيوب أمرهم وأمر رقاب المسلمين لنأخذنها بالقوة. لبان، لبان، ما هذا الذي تهدي به؟ يجب أن نعلم من هو قائدنا ومن هو سلطاننا يا قلوون. يجب أن يكون القائد والسلطان منا. ركن الدين بيبرس. نعم سيدي. يبدو أن المسلمين قد وجدوا فيك بغيتهم يا خند. أنا يا سيدي؟ نعم، أنت قائدهم الجديد يا بيبرس. لقد تزعمت المماليك الصالحية في معركة المنصورة الأولى، فتزعمهم واحمل بهم على الفرنج يا خند. لا يخفى عليك ما نعانيه من خسائر فادحة. الموقف خطير يا خوند. وفقك الله. إنك لها يا خوند. احمل بنا عليهم يا بيبرس. هذا يوم الكبسة يا بيبرس. لقد دخل أرتوا بحر أشموم مع مقدمة جيش فرنج. لقد ارتكب حماقة كبرى. أين لويس؟ إنه لم يعبر بعد بحر أشموم. يا خندات، يا أمراء، يا بحرية، إنني أرى أول ابتداء النصر على الفرنج، فلنحمل على مقدمة الفرنج حملة تزعزع بنيانهم وتهدم كيانهم. أنيخوا عليهم حربا وقتلا وهلاكا، لا تبقوا على فرنجي. إياكم وأن يتراجعوا إلى جهة البحر. بدر سيدي، ابعث برجال بختة لكي يقطعوا خط الرجوع على الفرنج من جهة البحر. أمرك مطاع. قلوون سيدي، أطلق نفير الحرب من آذان الفجر. أنت الملك لويس التاسع، ملك الفرنج، قبضوا على ملكهم وكبلوه بالأغلال، أنقلوه دار فخر الدين إبراهيم بن لقمان، وعهدوا للطواشي صبيح المعظمي بحراسته. هيا. Yeah.
زيارة المنصورة ودمي يقبل. قل لمن يريد زيارة بيت شرف الدين ابن لقمان. ولماذا بيت ابن لقمان يا قراداتي؟ حيث يوجد ملك الفرنجة أسيرا. يقال إن طرهان شاه ابن سلطاننا المرحوم رحمة الله عليه قد أرسل إلى الملك لويس خلعة، ولكنه رفض أن يلبسها، كما أقام له دعوة عظيمة فامتنع الملعون على أن يحضرها. ليش يا شيحة؟ قال أنا ما أكل طعامه وما يحضرني إلا ليهزأ بي يا عساكر. لو أمسكت بملك الفرنجة هذا لجعلته يرقص رقصة العجوز. قرب 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 قرب، نتفرج على البطل المقدام الفارس الهمام ركن الدين بيبرس. أنا الفرنجي البرنجي، أتيت مصر في نزهة لكي أقتل سلطانها وأحتل أنهارها وأسرق غلمانها. من ضربني؟ أنا يا قاتل، تعال وواجهني إن كنت شاطر، وسأعيدك إلى بلادك بدون عساكر. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي ركن الدين بيبرس البندقداري، حامي حمى الإسلام والديار، خذ إن لم تكن داري. سأقتلك يا من قتل أخي وخرب جيشي الجرار. تعال هنا، تعال. خذ وأنا ركن الدين. انهض يا فرنجي يا جبان، احبسوه في بيت القاضي ابن لقمان. أريد أن أراك وأنت ماشي قبل أن يقتلك صبيح الطواشي. لا يا بيبرس، رد إلي سلاحي وأطلق سراحي. بل تخرج بدون عدة ولا سلاح ولا سفن ولا رماح، وتدفع دية بدل 1400. أمرك يا بندقداري، أنا عائد إلى داري. مياو مياو مياو. أقيم الأفراح والليالي الملاح احتفالا بانتصار المسلمين على أعداء الدين. يا عسكرنا يا عظيم، يا عسكرنا يا عظيم، قاهر العدو اللئيم، قاهر العدو اللئيم، يا عسكرنا يا عظيم، يا عسكرنا يا عظيم، قاهر العدو اللئيم، قاهر العدو اللئيم، يا عسكرنا يا عظيم، يا عسكرنا يا عظيم، قاهر العدو اللئيم، قاهر العدو اللئيم. أبطأ أرقص كبير الجا، الله الله. لابد أن نشهد رفع علم المسلمين على آخر معسكر للفرنجة في البلاد. وأنا معك، فتوقيع الاتفاق بين تورانشا ولويس لا خيرا يا خندات. ماذا حدث؟ اجلس يا بيبرس. ماذا حدث؟ أنت تعلم يا بيبرس ما يقال عن السلطان تورانشاه من أنه سيء الخلق والتدبير وذو هوج وخفة. وما شأني أنا وهذا؟ ماذا؟ لقد أحضر معه مجموعة من الندباء من حسن كيفة، ووزع عليهم الإطاعات والوظائف، وحرم منها أصحابها من نعم حرمنا نحن المماليك البحرية. حسدنا على ما حققناه من نصر. أحس أننا نزاحمه السلطنة. رآه البعض وهو يشرب الخمر ويستل سيفه ويضرب الشمع ويقول هكذا أفعل بالمماليك البحرية. هلا أفصحتم عما جئتم من أجله يا خندات؟ لقد أرسلنا سيدي الأمير أيبك لنبلغك بأن تورانشاه قد اعتدى على خطيبتك فوز. ماذا قلت؟ ماذا تقصد؟ كيف اعتدى عليها؟ لقد طلبها إلى مخدعه
ثم أتوسل إليك يا مولاي السلطان، أنا خطيبة بيبرس، أستحلفك بالله ألا تمسني. لا، طاعة السلطان حق، إلا فيما يغضب وجه الله. أنا خطيبة ركن الدين بيبرس، أما أن هذه مكافأته على جهاده الباسل في وجه الفرنجة. إنني أفضل الموت على أن تمسني. أنا لبيبرس، هل فهمت؟ لبيبرس. إنني أفضل الموت على أن تمسني. المجنون المعتوه، قسما لا قتلنه، لو قطعنه إربا إربا. نحن على ما أنت عليه يا بيبرس، نحن هنا نتعقب بقايا الفرنج وهو في حدائق بفارسكور يعتدي على حريمنا، يعاقر الخمر مع علوجه من المخنثين. كلنا نشعر بشعورك يا بيبرس، لقد اتفق رأينا جميعا على قتله. يجب أن نقتله قبل أن يقتلنا جميعا. لقد أرسلت أم خليل بكتاب من بيت المقدس تطلب منا أن نتخلص منه، وعليها إرضاؤنا. حق قتله والله. الآن رأيت الشر في عينيك لا يحيى بيبرس. Thank you.
هكذا سأفعل بالبحرية. هكذا. هذا هو رأس أقطاي. هذا رأس بيبرس. هكذا سأفعل بي. بيبرس! 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 وهذا رأس بلبان الرشيدي. وهذا رأس قلاوون. قلاوون! سنقر الأشقر! أنت سنقر الأشقر! الأشقر! الله الله يا قطز، أصبح الدخول إليك لا يتم إلا من خلال حاجب الحجاب. أليس غلام السلطان المعز أيبك؟ هذه ليست المشكلة يا خندات، بل عينها يا خند. لقد استبد المعز وممالكه بدست السلطنة، ويهملون نحن البحرية، نحن الذين قامت على أكتافنا هذه السلطنة، مع أن المستنصرية وعدتنا إن نحن قتلنا تورانشاه. سيكون إرضاؤنا عليها. لقد أهملتنا هي أيضا، لقد أهملت شأن مقدمنا، لأنه رضي بخطة حسام الدين بن علي وأوصل رسالة إلى تورانشاه وعمل على إحضاره إلى مصر. وأهملت شأن بيبرس. وهو أول من أشهر سيفه في وجه توران هذا وخلصها منه. كان حالها يقول: لو أدنيته مني لقالوا تآمرت على السلطان فقتلته وكافأته على ذلك. يا خندات، إنكم تتحدثون عن سلطانكم وسلطانتكم عيب. ثم إن هذه ليست مشكلة أمة المسلمين. قلاوون على حق، مشكلة الأمة الآن هذا الصراع، هذه الحرب بين مصر والشام، بيننا وبين بني أيوب. نسينا الفرنج وأطماعهم، نسينا لويس التاسع، ورحنا نحارب بعضنا البعض. مشكلة هذه الأمة المعز وزوجته، هم اللذان أطلقا سراح لويس ليعود إلى دمشق ويجد عكا حصنا له يقوي بها قلاع فرنج الساحل، يمدهم بالمال والسلاح والعتاد. لقد حصن حيفا وقيصاريا ونحن نحارب إخواننا في الشام. ما الفائدة من معركة العباسية بين جيش مصر وجيش الشام؟ اسأل السلطان المعز وساعده الأيمن قطز. إلى أين يا بيبرس؟ كنا نلوم بني أيوب على تخاذلهم في محاربة الفرنج، لكن ثبت لي
أن المماليك قد اتبعوا مسلكهم نفسه. هل تقصدنا نحن يا بيبرس؟ لا يا سنقر، السلام على حاجب الحجاب. وعليكم السلام يا خن بيبرس. هل لي بمقابلة مولانا السلطان؟ مولانا السلطان موجود في الحدائق السلطانية يا خن. هل من ينوب عنه؟ الأمير قطز. هل لي بمقابلة الأمير قطز؟ سأطلب الإذن منه. أي إذن؟ الإذن لك بالدخول يا خند. أهلاً بالخون بيبرس. السلام عليكم يا خون قطز. وعليكم السلام، تفضلوا بالجلوس. القمز شرابك المفضل؟ لا لا شكراً، ما جئت لأشرب قمزاً ولا شيء، إنما جئت لأقول ما عندي. قل ما عندك إذن يا بيبرس. إنك تؤمن بالشورى في الحكم، وأنا أعرف ذلك. وأنا أعرف أنك تؤمن بالحاكم القوي ذو البطش. إن أستاذك السلطان والسلطانة أم خليل. مولانا السلطان ومولاتنا السلطانة. إن مولانا السلطان قد جعل نصب عينيه هدفاً يتعارض وما نذرنا أنفسنا له أنا وأنت. وما الذي نذرنا أنفسنا له أنا وأنت يا بيبرس؟ محاربة الفرنج وأعداء الأمة. تقصد حرب بني أيوب؟ نعم. ولكنكم يا بحرية شاركتم في هذه الحرب؟ نحن مماليك مولانا السلطان، نأتمر بأمره. ولكنك تعارض مثل هذه الحرب يا بيبرس. أعطني سببا يجعلنا نخطب ود لويس التاسع الذي غزانا في عقر دارنا ونبعث له بالهدايا وهو في عكا يحشد الجيوش ضد المسلمين. أعطني سببا يجعلنا نطلق سراح أسرى الفرنج لإرضاء لويس ونعاقب المماليك الذين هاجموا فلوله في دمياط، ونتحول عن حربه إلى حرب جيش الشام. السبب واضح. ما هو؟ بقاؤنا في الحكم، بل وجودنا كله اعتمد على معركة العباسة ضد الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب. لكن جيوش لويس وفرنج الساحل لا تهدد وجودنا. ها؟ بل تهدد. دمشق وحلب وبيت المقدس تابعة للقاهرة، وأنت تعرف ذلك يا بيبرس. وهذه حدودنا التي لقد كنت تظن أن نثور على بني أيوب ونقتل سلطانهم دون أن نثير بني أيوب ضدنا. أرأيت يا بيبرس، لهذا وجب علينا أن نحارب بني أيوب المتعاونين مع الفرنج قبل أن نحارب الفرنج. هذا منطق أعوج. لما لا نصالح بني أيوب ونتفرغ لحرب الفرنج بدلا من ان نرسل لويس هديه عباره عن فيل وحمار وحشي؟ هذا فعلا ما فعله مولانا السلطان. انا جاد يا خون قطز. استميحك عفوا، انا اعرف انك جاد كل الجد يا بيبرس. ثم اننا بحاجه لجند الشام حين يشتد الخطب. اي خطب؟ إن المغول قد أنهوا احتلالهم لبلاد فارس. ما الذي سيمنعهم من دخول بغداد والشام؟ ومصر أيضا يا بيبرس. إنك تعرف ذلك يا خون قطز. صدقت يا بيبرس، صدقت.
ولكن الجالس على هذا الكرسي ليس كالمتفرج عليه يا بيبرس. يكفي أنا مقدمكم أخطائي. أخطائي؟ نعم، يشكل شوكة في حلق مولانا السلطان بكثرة مطالبه. إنها حقه، لقد حارب في سبيل مولانا السلطان، لقد عرض عليه السلطان نيابة الإسكندرية، ما الذي يريده أكثر من ذلك؟ يعز على مقدمنا أن يرى. قلها يا بيبرس لا تخف. أن يرى الجاشنكير الذي كان يتذوق طعام السلطان قد أصبح سلطانا. أضف إلى هذا تجاهل السلطانة له بحجة أنه رضي بخطة حسام الدين بن أبي علي وراح ليحضر تورانشاه إلى مصر. هذا شأن السلطانة. لا يحق للسلطان أن تتجاهل كبير مقدمي البحرية. نحن الذين أسسنا هذه المملكة، ونحن الذين وضعنا السلطانة في مكانها، ونحن الذين وافقنا على زواج أستاذك منها حين رفض الخليفة المستعصم تسلطنها على المسلمين. ما الذي تريدونه إذن؟ السلطنة؟ قطز، نحن مماليك، كلنا زملاء سلاح سواسية، لا فرق بين السلطان والعسكري في هذه المملكة، فلا تتجاهل البحرية يا خوند. حسبت أننا نتحدث عن الفرنج وحرب الفرنج لا عن المناصب يا بيبرس. إن الفرنج بحاجة إلى خلافاتنا داخل مصر وخلافاتنا خارج مصر حتى يوطدوا أقدامهم في الشام ويعيدوا الكرة على مصر. والآن يا من يؤمن بالشورى والمساواة، سيأتي اليوم الذي يتسلم زمام الأمور في هذه البلاد حاكم ذو بطش لا يأخذ برأي أحد سوى رأيه هو. ما الذي تقصده يا بيبرس؟ تقصد مقدمكم أخطائي؟ السباع لا تهدد بالضبايا. لا تستهينوا بعيبك يا خندات. إذا استمر مقدمنا في مضايقته له فإنه يعرض حياتنا ويعرض حياته للخطر. عيبك طرطور. هذا سلطان هذا. السلطنة الحقة بيد شجرة الدر. عيب يا خندات، عيب. ليس له عليها حق الزوج للزوجة. لقد اشترطت عليه تطليق زوجته قبل أن تقبل به، وحرمته من رؤية ابنه علي كأنها تأيد بنيه الذين من صلبه. ماذا تقصد؟ أقصد كأنها عقيم. كفى يا خندات، كفى. إنها تأخذ من أستاذ قطز درعا تتقي به غضب الخليفة المستعصم. إن لم تكف عن مثل هذا الكلام غادرت مجلسكم في الحال. وهل نختلق الكلام اختلاقا يا بدر؟ إذا لم تكن تصدق ما نقول فاذهب إلى السوق واسمع العوام ماذا يقولون عن الخليفة المعز. اجلس هنا، اجلس. أمر مولاتي مطاع. هل تظن لأنني تزوجتك سأسلمك دست الولاية؟ أرجوك يا ست الكل دعيني أجلس على الكرسي مرة واحدة. لا، اجلس هنا على الأرض. حرام عليك يا ست الكل، حرام. اسكت يا دون. الكلام لك يا كنة، واسمعي يا جو. ألا يكفيك أنك زوج الوالية؟
إنه لا ينام. أعطني قبلة وحياة أبيك. لا أعطني قبلة وحياة أبيك. لا 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 أنا زوجك. العصمة بيدي أنا. أنت حقي. أسكت وإلا أضربك. عجيب أمر ست الكل، عجيب. إنها زوجته ولا يستطيع أن ينجب منها خلفا. مسكين، ولا يستطيع حتى أن يعود إلى زوجته الأولى. إنه حتى لا يستطيع أن يجلس على الكرسي. ما هذه العيشة؟ تزوج عليها يا دون. نعم، سأتزوج عليها بدل المرأة امرأتين. دفعة واحدة. أنا زعلان، أنا زعلان، زعلان. تعال هنا، تعال. أمرك، أمرك. أنا زعلانة منك. الحقوني يا عساكر، سأتزوج عليك بدل المرأة امرأتين. امرأتين سأتزوج. أسعد الله مساء ابنة الخال. أسعد الله مساء الأمير. هل آمر بتجهيز العشاء؟ لا رغبة لي في الطعام يا جلار. من هذه المرة؟ ومن غيرهم؟ البحرية؟ نعم. وما الذي يريدونه هذه المرة؟ هل تندهشين إذا قلت لك بأنهم يريدون السلطنة لأنفسهم؟ السلطنة؟ فارس الدين أقطعي، كبير مقدمي البحرية، يشعر أنه أحق بها من مولانا المعز. لقد تمادى الرجل في غيه. إذا لم يكف أقطاعي عن مطالبه هذه، فإنه ماذا يا قطز؟ لقد أقسم مولانا المعز أن يقتل أقطاعي إن هو لم يرتدع. إلى هذا الحد؟ نعم. لما لا تتحدث معهم إذن؟ مع من؟ البحرية. لا فائدة، كم مرة تحدثت معهم لا فائدة يا جلنار. أوليس ببر صديقك؟ نعم. أوليس من البحرية؟ نعم نعم. حذره إذن، تكلم معه في الأمر. لا أستطيع الآن. لم لا؟ بيبرس يحب أقطاعي، فكما أني ذراع مولانا الأيمن فإن بيبرس ذراع أقطاعي الأيمن. إنني لا أرى في بيبرس رجلاً طامعاً بالسلطة. إنك لا تعرفين بيبرس يا جنار. كل ما أعرفه عنه أنه نذر نفسه للجهاد ضد أعداء الأمة من الفرنج. هنا هنا تختفي الأطماع تحت ستار الجهاد يا جنار. قطز، لم أحدك تنطق بمثل هذه الأقوال في حق صاحبك. إنها الحقيقة يا جلار، الحقيقة. حسبتكما صديقين. نعم نحن كذلك، ولكن لا مكان للصداقة حين يتحتم على الأمير أن يختار بين مقدمه وبين عدو مقدمه. لا أفهمك. إذا خير بيبرس بين الولاء للسلطان وبين الولاء للبحرية، فإنه يختار البحرية. هو قال لك ذلك؟ لا. تحدث معه إذن يا قطز،
أفهمه أن الأمة لا تحتمل مثل هذه النزاعات؟ ألا يكفي ما نعانيه من نزاع السلطان والسلطانة؟ إنك لا تفهمين مدى ولاء البحرية لمقدمهم يا جلنار. تحدث معه يا قطز قبل أن تتحول شوارع القاهرة وسرادق القلعة إلى أنهار من الدم. دعه يحاول إثناء مقدمه عن غيه. إنه لا يستطيع عمل ذلك. دعه يحاول. نحن بحاجة للبحرية. لقد دعم الفرنج مركزهم في الشام وصفوا ما بينهم من خلافات بفضل جهود لويس هذا. هذا صحيح. ولا تنسى أن لويس قد خطى خطوات فعالة في مفاوضة المغول ومحاولة جرهم إلى حلف ضد المسلمين. نعم أعرف ذلك. وتعرف أن هيثوم ملك أرمينيا قد أعلن ولاءه للمغول ليضيف إلى حلف الأعداء قوة على قوة. لويس، لويس هولاكو هيثوم في حلف واحد ضد من؟ ضد أمة المسلمين. إن الموقف لا يحتمل أن نشهر السيوف في وجوه بعضنا البعض. تحدث مع بيبرس يا قطز فلعل وعسى. سأتحدث معه للمرة الألف. ولا تنسى أن تتحدث مع مولانا وأستاذنا المعز، إنه يستمع لك. ماذا أقول لمولانا المعز يا جنار؟ أن يفاوض البحرية ويستمع لمطالبهم. دعيني أتحدث مع بيبرس أولا وأحذره للمرة الأخيرة. أهلا، أهلا بالأمير قطز. أهلا بالأمير بيبرس. السلام عليكم يا خندات. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال مولانا السلطان؟ بخير يا سنقر. سمعنا أنه على خلاف مع مولاتنا السلطانة. بلبان، سمي بالله وتفضل يا خون قطز. أشكركم، لقد أنهيت عشائي قبل حضوري إلى هنا. هل بالتحدث إليك على انفراد يا بيبرس؟ حسبت أننا مماليك وسواسية وأن أمرنا شورى بيننا. هل جئتنا رسولا من قبل أستاذك المعز أم صديقا؟ وهل أصبح المعز عدوا يا سوقر؟ بل هو الذي ناصبنا العداء يا خلد. إنه سلطانكم يا خندات، لكنه تغير يا قطز. لقد تجاهلنا تماما أيها الأمير. نسي أفضالنا عليه، نسي بلاءنا الحسن في سبيل دعم أركان حكمه، وبدلا من أن يكرم المماليك البحرية ويقربهم إليه راح يشيع في البلاد أننا نثير الفتن والقلاقل، واتهم مقدمنا بأنه يريد السلطنة لنفسه. نحن لا ننظر إلى السلطان المملوكي نظرتنا إلى سلاطين بني أيوب. ماذا تقصد بقولك هذا يا قلوون؟ السلطان واحد منا، مملوك مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا. إننا لم نتخلص من تورانشا وحكم بني أيوب إلا لأنهم استبدوا بالحكم وعاثوا في الأرض فسادا. وها
هل ترون أن المعز مستبدا يا خوندات؟ لا، ولكن زوجته هي المستبد. صخر! كفى سخرية يا سنقر. منذ أن وقع المعز اتفاق الصلح بينه وبين الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب، وأستاذك يحس أننا لم نعد ننفعه في شيء. كيف يا بدر الدين؟ لقد أمن حدوده مع بني أيوب عند القدس ونابلس ونهر الأردن. ألا يدخرنا لحرب الفرنج؟ أم إنه يعتمد على مصالحتهم والثقة بهم؟ أم أنه ليس مستعدا لمواصلة القتال ضد الفرنج؟ إن كان هناك سبب قد منع سلطاننا من قتال الفرنج فهو أنتم. عذر أقبح من ذنب. من يسمعكم يظن أن القتال والجهاد قد اقتصر عليكم، وكان لا مجاهدين في الأمة سوى المماليك البحرية. هل جئت لكي تسمعنا هذا يا قطز؟ بل جئت أطلب منكم تحكيم العقل يا قلبون. جئت أطلب منكم الرحمة بالعباد وبأمة المسلمين، والكف عن إثارة الفتن والقلاقل. الله الله يا قطز، نحن نثير الفتن والقلاقل يا خلد؟ ألا فاعلم بأن ليس لأستاذك الحق في السلطنة أبدا؟ بأي حق له السلطنة؟ لأنه زوج الست؟ كفى يا بلبان، ألا تسمع ما يقول؟ أبلغ سيدك يا قطز أنه لديه حاشيته، ولدى مقدمنا أقطاي حاشيته، لديه مماليكه ولدى أقطاي مماليكه. تماديت يا بلبان فيما تقول، فإن ما قاله قطز له عين الصواب، فهذه أقوال من يثير الفتن والقلاقل. أنت معنا أم علينا يا بيبرز؟ ألم تسمع ما يقوله؟ إن كان يريدها الجاشنكير فتنة فلتكن فتنة. على أي حال سنترك الأمر لمولانا أقطاي. إنها والله الفتنة يا خوندات التي ستأكل الأخضر واليابس. طلب الفرسان مبارزتي في الطباق والمشاركة في لعبة القبق. قطز، ما بك يا إلهي؟ إنك ترتعد. لقد أوكل إلي أستاذنا السلطان بأن أقتل مقدم البحرية أقطاي. أنت؟ نعم. هل هذا رأيه أم رأي المستعصمية أم خليل؟ بل رأيهما معا يا جلنار. ما للكارثة؟ إنها والله الفتنة. نعم أعرف ذلك. وهل ستفعل ذلك؟ إن كان قتل أقطاي سينهي ما نحن فيه من فوضى وقلاقل فيجب أن أتخلص منه. وهل تظن أن بيبرز سيسكت على ذلك؟ لا. وهل تظن أن أقطاي سيمكنك من قتله؟ لقد دعاه مولانا المعز إلى القلعة ليتباحث معه في بعض شؤون الدولة. أتظنه يقبل الدعوة دون أن يرتاب بنوايا المعز؟ لقد وعد بالحضور وحده. وحده؟
وماذا لو ثار البحرية وعلى رأسهم بيبرس؟ سأقتلهم جميعا، سأقتلهم جميعا. لقد كثرت عنتهم وعاثوا بالأرض فسادا يا جنار. الخيل في انتظارنا، هيا سنقيم حلقة صيد لم يشهد أحد مثلها قط. لقد جهزنا كل شيء، الشباك وقرع الطبول و... بيبرس، ماذا بك يا خند؟ إنني قلق على مقدمنا أقطاي. لماذا؟ إنه مصمم على الخروج إلى القلعة لمقابلة عيبك. إنه مجنون، يذهب لمقابلة عدوه اللدود ووحده أيضا. وحده؟ ضاع أقطاي يا خندات. هل تحدثت إليه يا بيبرس؟ هل حاولت إقناعه بالعدول؟ نعم، إنه مصمم على الذهاب. حذرته من المعز، نصحته. ماذا قال؟ قال إنه لا يخاف المعز ولا بطانته. أفهمته أننا مجرد بضع مئات من المماليك، وأن المعز يحكم الجيش بأسره. فقال إنه لا يحكم حتى على زوجته. إنه على حق يا بيبرس. السلطانة هي الآمر الناهي في القلعة يا بيبرس، لكنها تشارك زوجها العداء ضد أقطاي. ربما كان أقطاي على حق يا بيبرس. إن أيبك لا يستطيع الغدر بمقدمنا، لأنه يعلم علم اليقين بأننا سنطالب برأس قاتله، وأنا أول من يخرج للثأر. هيا يا بيبرس، هيا إلى الصيد، هيا هيا بنا. لا تجعل أيبك يفسد علينا بهجة الصيد. سيقتله أيبك لا محالة. لا، لن يقتل، لن يجرؤ على ذلك يا بيبرس. ما جاء قطز إلا ليحذرنا من ذلك. ما جاء قطز إلا ليتجسس علينا. لا يا سنقر، بيبرس على صواب. متى سيذهب أقطاي إلى القلعة؟ الليلة. الليلة. حسنا يا خندات، فلنخرج الآن إلى الصيد، وعندما يأتي الليل يخلق الله ما لا تعلمون. هيا إلى الصيد يا خندات، هيا. هيا يا خند. لم ينتصح. إن صدق المخبر فإن أقطاي الآن في عداد الموتى. على رأسك يا بيبرس، لا تتسرع. إلى أين الآن يا بيبرس؟ إلى القلعة طبعا، إلى عرين الأسد. تريث حتى يأتينا الخبر اليقين. فلننتظر سنقر وبلبان الرشيدي. لقد طلبت منه أن نصحبه إلى القلعة فأبى إلا أن يخرج وحده. السلام عليكم يا خندات. وعليكم السلام ورحمة الله. تضاربت الأقوال يا بيبرس، بعضهم يقول إنه قتل، البعض الآخر يقول أنهم رأوه في الديوان. إنني لا أعول على ما يقال، يجب أن أتأكد بنفسي. هل جمعتما كل رجال البحرية؟ 700 فارس بكل عدتهم.
وما نفع 700 فارس مع جيش السلطان؟ إنني لا أحفل بكثرة عساكر المعز. ببرس لا تكن عجولا، اتبعوني إلى قلعة الجبل. أنت والبحرية، أين مقدمنا أقطاي أقطز؟ تريد أن تراه يا بيبرس؟ أريد أن أراه حيا يا قطز. ألا تثق بمولانا السلطان حتى تخرج مدججا بالسلاح أنت ومن معك من البحرية؟ أين هو يا قطز؟ لقد أمر مولانا السلطان بإحضاره إليكم. اصبروا يا خندات، اصبروا. هذا هو مقدمكم يا بيبرز. حتى لو تخضب عرش سيدك بالدم من قاتله وألحقنك به يا قطز. أحيط بهم واقتل البحرية. متى سيكون الزفاف يا بيبرس؟ قضاء بعض الوقت مع المغول. فرديد فرديد خربندك كه مدابر ممالك سلطان. بيبرس عاد معه التتار. حسبي الله ونعم الوكيل. قطز انت للأمة، انت للجهاد. كنت تعتقد أن ما يدفعك إليه هو غضبك من نفسك أو غضبك
غضبك من ظلم وقع عليك وأنت فتى؟ هذا وجه قتالهم بغضب. لبيك.